مشاهدي بلقيس اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج المنصه. موضوع هذه الحلقه سيكون مخصص عن الذكرى الثالثه لانقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع على الدولة. كمواطن يمني، ماذا يعني لك يوم 21 من سبتمبر وكيف انعكست تداعياته على حياتك ومستقبلك؟ من المسؤول الأول برأيك في تسهيل دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء وتاليا بقية المدن؟ كيف يمكن مواجهة هذا الانقلاب وثقافته؟ قبل البدء بالنقاش في موضوع هذه الحلقة نشاهد التقرير التالي والذي أعده الزميل عمر النهمي. 3 سنوات من النار والدماء والجوع والموت البطيء، سنوات دشنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في 21 من أيلول الأسود لتقضي على كل شيء. كانت البداية شعارات زائفة تنادي بإسقاط الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ثم ما لبث أن تكشفت الحقائق عن طوفان من الحقد أسقط البلاد برمتها في براثن الفوضى والدمار. أنجز اليمنيون مؤتمر الحوار الوطني وكانوا على بعد خطوات من التحول نحو الدولة وتحقيق طموحاتهم في الانتقال السياسي، لكن كل شيء ذهب أدراج الرياح بفعل الطيش المعجون بالحقد والرغبة في الانتقام والارتهان لمشاريع ما قبل الدولة. الميليشيات التي أطلق عليها غبار التاريخ استدعاها المخلوع صالح من الكهوف ونفض عن كاهلها وصمة التمرد، فاجتاحت البلاد وأتت على كل شيء في طريقها، بدءا بالدولة ومؤسساتها مرورا بالحياة السياسية والمدنية وانتهاءا بمناهج التعليم والهوية الوطنية. حاصرت رئيس الدولة وحكومته وشنت حملاتها المجنونة ضد الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والناشطين، وأحالت المجتمع بأسره إلى رهينة محروما من كل مقومات الحياة. القتل والتعذيب والاختطافات والنهب والفساد والتنكيل سلوك يومي تمارسه ميليشيا الحوثي والمخلوع ما استطاعت إليه سبيلا، والضحايا في ارتفاع مستمر. ومن لم تصله أياديها العابثة طالته الأوبئة والأمراض والمآسي التي جلبتها معها، ولا شيء سوى الدمار. أما الألغام فتلك حكاية أخرى تتفنن الميليشيا في نسج تفاصيلها الدامية على أجساد الأطفال والنساء والكائنات. كل شيء من تفاصيل المآسي اليمنية يتنامى إلى مسامع المنظمات والهيئات الدولية، بيد أن النتيجة واحدة، تنديد على استحياء ومقايضات تحاول مكافأة الجلاد وإسكات الضحية. 3 أعوام من الانقلاب والحرب حملت أيامها فسادا وضحايا وانتهاكات لم يعرفها اليمن من قبل، حتى وصلت تداعياتها الإنسانية إلى ذروة المآسي الإنسانية في العالم. إذا تابعنا هذا التقرير حول موضوع هذه الحلقة من برنامج المنصة، بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا من خلال الاتصال المباشر من خلال الأرقام الظاهرة والموجودة في الشاشة، وأيضا من خلال التفاعل والتعليق على البث المباشر سواء في صفحة القناة في الفيسبوك أو صفحة البرنامج. لدينا اتصال الأخ إياد المخلافي، أهلا بك إياد. أهلا وسهلا أستاذ سامي. إياد، بالنسبة لك ما الذي يعنيه 21 من سبتمبر؟ والله استاذ اعتقد حتى ان انتم اعطيتوا مساحه كبيره، انا اعتقد يوم ما كان حتى تفاعل سلبي مع هذا اليوم، لان احنا نعرف كيف قرا طبخه وكيف قرا اعداده وتقديمه لنا. فهذا اليوم يعرفه اي يمني ما عدا المناصرين له والناس المخزوعين به، وانا اعتقد ما عاد فيش الان مخزوعين. يوم اسود في تاريخنا، يوم نكسة وابتدادة على تاريخ المليين وإنجازاتهم عبر التاريخ. تمام، بالنسبة لك ما هي أبرز انعكاسات هذا اليوم المشؤوم على حاضر ومستقبل اليمنيين؟ هذا اليوم أنا أعتقد مش اليوم هذا، يعني الردة اللي توجت في هذا اليوم كانت أثرها يعني على ماضينا وعلى مستقبلنا، ربما أنهت ما قدمه اليمنيين خلال 50 سنة من محاولة بناء شكل دولة أو التحول إلى دولة. هذا قضى على الحلم هذا في الوقت الحالي، وربما استعادته سيأخذ مدى طويل. قضى على أحلام اليمنيين وإنجازاتهم ومحاولة ما قطعوا من مشوار من نضال والتحول إلى النضال السلمي والتحول إلى وسائل احتجاج مشروعة ومحترمة وحديثة.
أعادونا إلى الماضي القديم وإلى السلاح وإلى استخدام الدين واستخدام الخرافة واستخدام الشعوذة للوصول إلى الحكم. شكرا جزيلا لك يا المخلافي. لدينا اتصال آخر. علا، أهلا علا. أهلا علا، بالنسبة لك ما الذي يعنيه 21 سبتمبر؟ 21 سبتمبر بالنسبة لي نقطة سوداء بتاريخ اليمن، بالرغم من كل الانقلابات الاغتيالات قيام دول ودماء دول أخرى على مر التاريخ اليمني، لم يحدث أن سقطت العاصمة خلال ساعات. هو يوم يدل على الخيانة، يوم دال على الدمار، نقطة سوداء تستمر في تاريخ اليمن ويذكرها اليمنيين لأعوام طويلة. طيب قلت أنه يدل على الخيانة، أي خيانة تقصدي؟ خيانة اليمنيين بأنفسهم، بأنفسهم، خيانتهم لمبادئهم، الخيانة التي جعلتهم يسلموا العاصمة صنعاء وسقوطها بأيدي جماعة بسيطة من الحوثيين بخلال ساعات. طيب علا، باعتقادك ما هي العوامل والأسباب التي سهلت لجماعة الحوثيين دخول صنعاء وأيضا انقلابها بشكل عام على الدولة؟ ما هي العوامل من وجهة نظرك؟ أعتقد أن العوامل كانت عوامل خارجية وداخلية. سقوط صنعاء كان يخدم مصالح الكثيرين سواء في الخارج أو الداخل. أعتقد أنها كانت خطة مدروسة وسمحوا لهم الدخول كجماعة همجية بسيطة تحت العاصمة ضخمة تحيطها العديد من ال ألو؟ أسمعك علا، تفضلي. تحيطها العديد من الألوية والقوات، فسقوط صنعاء في خلال ساعات، سقوط عاصمة بهذه القوة والضخامة، أمر لا يبرر العقل سوى بوجود خيانات ومساعدات داخلية وخارجية. شكرا جزيلا لك علا. اتصال آخر من صنعاء، الأخ زكريا. زكريا أهلا بك. أهلا بك صديقي. زكريا، بالنسبة لك ما الذي يعنيه 21 سبتمبر؟ 21 سبتمبر هي كارثة حقيقية بالنسبة لليمنيين بشكل عام، سواء الغالب أو المغلوب. أما بالنسبة من الناحية المادية فهي كارثة عواقبها كثيرة جدا. ولو أتينا نركز على النواحي الاجتماعية، هذا هو الشرخ الآن إلى الآن هنا نعيشه. طيب كارثة بالنسبة للغالب والمغلوب، قد يكون واضح كيف هو كارثة بالنسبة للمغلوب، بالنسبة للغالب وضح يعني ماذا تقصد عندما تقول الغالب الآن؟ الشرخ الاجتماعي الذي تداعياته الآن بعد المرحلة القادمة، ممكن بعد قرن إلى قرنين، الناس إلى الآن بتكون موجودة بهم الحالة الاجتماعية بالنسبة للجميع، إنه كل واحد له اتجاه حقد بالنسبة للمناطقي أو طائفي أو عرقي، وهذا هو المشكلة اللي أعتقد أنها لن تندمل بشكل بسيط. طيب من وجهة نظرك ما هي أبرز انعكاسات الانقلاب، انقلاب 21 سبتمبر على حاضر مستقبل اليمنيين، سواء على المدى القريب أو المدى البعيد؟ المدى البعيد اللي قلته من قبل، إنه بيكون ما فيش تصالح، سواء يعني إلى أن أنت لو تركز في تسميات كثيرة، في الهضبة، في دواعش، في طائفية، في حاجات في أشكال كثيرة يعني، لذا هذه اللي ما أعتقدش إنها بتنتهي بالشكل القريب الآن بالشكل هذا. اما عن النواحي الماديه اعتقد تداعياتها اكبر بشكل ممكن يعني يصنفه بشكل دقيق. شكرا جزيلا لك زكريا. لدينا اتصال اخر، الاخ حفظ الله. اهلا بك حفظ الله. اهلا وسهلا اخي حفظ الله. انت بالنسبه لك ما الذي يعنيه 21 سبتمبر وابرز انعكاسات هذا اليوم المشؤوم على اليمنيين؟ أخي الكريم، 21 سبتمبر مثل انقلاب كبير على الدولة. 21 سبتمبر مثل انقلاب كبير على الجمهورية، إعادة نظام الحكم الإمامي بصورة الجمهورية، وهذه أخطر مسألة في الموضوع، هو إعادة النظام الإمامي الملكي بثوب الجمهورية. التحالف الذي قام بين الحوثيين وعلي عبد الله صالح وأدى إلى انقلاب 21 سبتمبر أو إلى نثرة إلى كارثة 21 سبتمبر، مثل ارتداد كبير للهوية اليمنية وارتداد كبير للإنسان اليمني إلى الماضي إلى الخلف. هذه النكبة أدت إلى تقسم المجتمع اليمني، إلى إعادته إلى الوراء آلاف السنين. هذه النكبة عادت المجتمع اليمني إلى زمن الجهل وحتى الأمراض الاجتماعية، تفشت الكوليرا
والأمراض الذي كانت قد اندثرت وقد كانت أعلنت المنظمات الدولية عن انقراضها منذ عشرات السنين. هذه النكبة أعادت لنا خرافة الولاية وخرافة الاصطفاء الإلهي والحكم الإلهي باسم الله وباسم رسوله بشكل فج، أدت إلى تقسيم المجتمع اليمني إلى طبقات من جديد بعد أن كانت أو أوشكت على الاندثار. طيب باعتقادك ما هي العوامل والأسباب التي سهلت هذا الانقلاب؟ العوامل هو تراخي الدولة. الدولة كانت قبل هذا الوقت منقسمة على بعضها. الحقد الكبير الذي مثله علي عبد الله صالح على الجمهورية وعلى النظام بعد أن قامت ثورة 11 من فبراير وما بعدها، الحقد الكبير على النظام الأقاليم أو الدولة الاتحادية الذي كان سيؤدي إلى نظام اتحادي فيدرالي في ظل اليمن الموحد. حقد الإماميين وعلي عبد الله صالح على هذه الدولة التي كانت ستولد أدى إلى هذا الانقلاب وأدى إلى تلاقيهم، بالرغم أنه كان قبلها قد شن نظام علي عبد الله صالح على هذه السلالة أو على نظام على الحوثيين حروبا ضارية، لكن حقدهم أو التقائهم في هذه النقطة، الحقد على نظام الأقاليم والجمهورية أدى إلى هذه الكارثة. وأيضا لا ننسى هنا أن هناك أسباب في عدم زرع الوعي الجمهوري وعدم زرع الهوية الوطنية في الأجيال في المناهج التعليمية. أجيال ما بعد سبتمبر لم ترضى بالنظام الجمهوري أو لم تتعلم لماذا قامت ثورة 26 سبتمبر، لم ندرس في مناهجنا التعليمية هذا لماذا قامت هذه الثورة ولماذا ضحى أجدادنا من أجل هذه الثورة. ولكن هذه النكبة أدت بنا إلى أو أدت إلى نضوج وعي كبير في أوساط هذا الجيل لماذا قدم أجدادنا كل هذه التضحيات. بما أنها أنا أرى بما أن هذه كانت نكبة كبيرة إلا أنها كانت نعمة من الله أدت بنا إلى أن نعلم لماذا قدم أجدادنا التضحيات في ثورة 26 سبتمبر. وإن شاء الله ستعود وهج هذه الثورة وستعود الجمهورية بإذن الله بثوب جديد بعيدا عن هذا النظام المتخلف الكهنوتي. شكرا جزيلا لك حفظ الله، كنت معنا من تركيا، شكرك على هذه المداخلة. لدينا اتصال من تعز، الأخ حبيب الرحمن، أهلا بك حبيب. يبدو أن فقدنا الاتصال. لدينا اتصال من السعودية، الأخ أمري، أهلا بك. أهلا وسهلا. بالنسبة لك ما الذي يعنيه 21 من سبتمبر؟ 21 من سبتمبر يعتبر يوم النكبة للشعب اليمني العظيم عقب ربيع الثورة اليمنية وثورة الشباب السلمية التي أنهت سيطرة المخلوع على قرار الجيش والأمن. لهذا خططت ونفذت الانقلاب مع جماعة الحوثي على الجمهورية، وبدأت النكبة اليمنية مساء 21 سبتمبر 2014. بعد ذلك أشحلوا الحرب على إرادة الشعب اليمني. من ذلك اليوم المشؤوم يناضل جميع أبناء اليمن سلما. طيب من وجهة نظرك ما هي أبرز انعكاسات هذا الانقلاب على حياة اليمنيين؟ طبعا الانعكاسات والخطوات الاستراتيجية الهامة لبناء اليمن الاتحادي لبناء اليمن هي انهزام الانقلاب إن شاء الله تعالى. أبرز العوامل أن الجيش كان موالي لعلي عبد الله صالح، لم يكن هناك جيشا نظاميا داخل اليمن، ولاؤه للوطن أولا وثم للمواطن. وأبرز هذه المشاكل التي حصلت من نتيجة الانقلاب كوارث إنسانية وكوارث بشرية وكوارث طبيعية للوطن والمواطن، منها الأمراض والأوبئة كثير من المشاكل حصلت في اليمن. ونسأل الله السلامة وللشعب اليمني الخير والعافية. أشكرك جزيلا الأخ أمري اليوسفي. لدينا اتصال آخر، حبيب الرحمن من تعز مرة أخرى، أهلا بك أخ حبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيب الرحمن، بالنسبة لك ما الذي يعنيه 21 من سبتمبر؟ بصراحة أقدر ألخص الحدث هذا بكلمتين.
تفضل اسمعك. نقدر نلخص الحدث هذا مشابها لكارثة انهيار سد مأرب، وبالتالي هذا الحدث اللي أصبح كارثة على اليمنيين كانوا على المنطقة العربية، فما أقدر أصف الحدث بأكثر من كذا. طيب والأخير أتمنى أن اليمنيين يعودوا إلى رشدهم ويتحاوروا ونعود إلى وثيقة الحوار التي اتفق عليها كل اليمنيين بدون استثناء، وهي المخرج الوحيد لليمن. طيب برأيك أيضا ما هي أبرز مخاطر الانقلاب الذي الذي تم في 21 من سبتمبر؟ والله أعتقد أنه هناك العديد من المخاطر لا تعد ولا تحصى، ولكن أم المخاطر التي أعتقد هي الانشقاق في الصف المجتمعي والفرز اللي حصل في المجتمع بسبب الطائفة السلالية المقيتة البغيضة والأفكار التي طرحها الحوثيون وحلفائهم من أنصار عطاش، وهذا يعني ربما نحتاج إلى وقت طويل من الزمن لنقضي على هذا الفرز الطائفي. أتمنى أنه يكون في مصالحة وطنية شاملة بعد العودة إلى وثيقة الحوار التي تعتبر الأمان والضمان لليمن والإقليم بشكل عام. بالنسبة لك أنت بشكل شخصي، ما الضرر الذي لحق بك من ما حدث؟ طبعا يعني النزوح والمرض وفقدان الشغل والوظيفة مننا ومن أهلنا ومن أصدقائنا، أصبح الآن في صعوبة جدا أنك تحصل، يعني أصبح الآن اليمني لا يعرف أين مصدر الوقبة القادمة، وهذه أكبر كارثة. أشكرك جزيلا حبيب الرحمن من تعز، حياك الله أخي. شكرا جزيلا لك. كان يوم 21 من سبتمبر يوم الانقضاض على ما تبقى من الدولة. دفع المواطن اليمني ثمن سقوط الدولة على كافة المستويات المعيشية والصحية. 21 من سبتمبر هو يوم للضياع كما يرى الكثير من اليمنيين، يوم لابتلاء حياة الملايين من اليمنيين الذين أصبحوا في طريق الندامة، يوم حلت فيه الميليشيا بديلا عن الدولة، والسلالة بديلا عن الشعب، والسوق السوداء بديلا عن قطاع المال والأعمال. 200,000 لغم زرعتها الميليشيا على امتداد الخارطة اليمنية، و20,000 قتيل وجريح هم ضحايا قذائفها، وعشرات الآلاف من المختطفين والآلاف من الأطفال المجندين في صفوفها. مؤسسات الدولة تم السيطرة عليها وتعيين شخصيات لا تملك من الكفاءة سوى أنها من السلالة، والكثير من المصائب حلت على اليمن واليمنيين مع قدوم هذه المجاعة في هذا اليوم المشؤوم بالتحالف مع الرئيس المخلوع. عن موضوع هذه الحلقة أيضا وصلتنا مجموعة من التصريحات من خلال واتساب، نشاهد جزء منها. اختيار 21 سبتمبر ظهر جليلا أنه كان انقلابا على ليس على مخرجات الحوار ولا على ثورة 11 فبراير، بل كانت انقلاب على 26 سبتمبر هذه الثورة المجيدة التي يعني أنجزها الشعب اليمني، وتعتبر أهم إنجاز على مستوى يمكن على مدى قرون للشعب اليمني. لكن الجميل في 21 سبتمبر أنه أجهض سريعا، لم يجد الحوثيون نفسا حتى يكملوا مشروعهم، الشعب اليمني فضحهم، والاحتلال الإيراني الذي ظهر الآن في تغيير الهوية ومحاولة الانقلاب على هوية الشعب اليمني، بدأ اليمنيون في صحوة يعني صحوة عاجلة. ما حدث يوم 21 سبتمبر هو أن اعتقل وزير الدفاع وأفرج عن خلية إيرانية كانت تحاكم بتهمة التجسس على سيادة الوطن. هذا هو ما يلخص الأمر، ما حدث وانقلاب، تبدلت حياة الناس، تبدلت كل ضيق الناس أو ضيقت عليهم حياتهم، أرزاقهم، تعليمهم، جامعاتهم، وظائفهم، كل شيء تبدل، كل شيء انقلب. فبالتالي هناك شعور بالإحباط من المواطنين اليمنيين بعد هذا الانقلاب، والكل ينتظر، الكل يتشبث، الكل يبحث عن فرج، عن حل، وبإذن الله سيكون الحل قادم. هذا اليوم 21 سبتمبر تاريخ مشؤوم في حياة اليمنيين، غير أو عكس تاريخ حياة اليمنيين في الجانب المعيشي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الأمني، على مستوى الأسري شرد آلاف اليمنيين بل عشرات الآلاف، وأحزن وأدخل الحزن على كثير من الأسر اليمنية، تسبب بحرب مصيرها لا نعلم إلى أين ستؤول هذه الحرب ومتى ستنتهي. والشعب اليمني شعب هو بالأساس يعاني من الفقر، يعاني من التشرد، يعاني من الجوع، يعاني مشاكل كثيرة، فزاد هذا اليوم إضافة إلى حياة اليمنيين، إضافة إلى الشؤم الذي كان يعيشه اليمنيين.
21 سبتمبر الذكرى الظلامية الكبرى في تاريخ اليمن الحديث، اليوم الأسود الذي جلب الإمامية مجددا إلى هذا إلى تاريخ اليمن العظيم، ذات الشهر الذي حمل أيقونة الثورات اليمنية. 26 سبتمبر الثورة الخالدة التي نبعت من مطالب ملحة، مطالب صحيحة، مطالب محقة، مطالب كلها إنسانية للشعب اليمني، وجاءت يعني كانفجار، عبارة عن انفجار ضد الإمامة وما مارسته من قبح بحق الشعب اليمني. جاءت تلك الثورة لتخلد نبوغ هذا الشعب، نبوغه ومطالبته بالحرية. جاءت بعد ذلك، بعدها بسنين، بعدها بعقود، 21 سبتمبر لكي تقول أن الإمامية كانت وما زالت حاقدة على هذا الشعب وتسعى دوما لإعادته إلى الوراء، ولن تقبل أبدا بأن ينال هذا الشعب حريته. هي دائما بالمرصاد لأحلام هذا الشعب وتطلعاته، تقول ستكونون دائما في الخلف، ستكونون دائما رهن للسلالة، رهن للإمامية، رهن لكل ما لا يجسد الحرية في تاريخ اليمن. لدينا اتصال بعد أن شاهدنا هذه المشاركات من خلال الواتساب حول موضوع هذه الحلقة، عمر من تعز. أهلا بك عمر. أهلا وسهلا عمر. بالنسبة لك ما الذي يعني 21 من سبتمبر؟ 21 من سبتمبر هو اليوم، يوم الانتكاسة، اليوم المشؤوم على اليمنيين، اليوم الذي عايشنا قبلها بأيام، عايشنا الأحداث أولا بأول. اليوم الذي كنا من حراس الجمهورية، حملنا فيها السلاح، ونحن لا نعرف السلاح، لكن إيمانا ثورتنا 11 فبراير ثورة سلمية النقية التي لم تعرف السلاح، كنا بالصدور العارية، كنا ثورة، أعظم ثورة في العالم، ثورة حقيقية، أدوات حقيقية للثورة، ثورة راعت الجميع، ثورة أرادت أن يكون أن لا يصل اليمن إلى ما وصل إليه من هذه الميليشيات الظلامية. ثورة فبراير فتحت صدورها يعني الجميع، ثار هم يقولون أنها يعني هي من أدخلت الحوثي إلى صنعاء، فهي أول ما، هذا كذب وافتراء. ثورة فبراير أول شعارات مقاطع موجودة، حرك لم في صلة الحوثية، يرحل تنتهي القضية، يرحل عفاش هو من صنعهم منذ 2004، والحروب الست شاهدة، ماذا صنع في الحروب الست؟ كان مخطط لتدمير الجيش من ذلك الحين، كان المخطط، وليس فقط من 21 سبتمبر فقط، هي سلسلة أحداث. نحن 7 سنين كل لحظة معايشين كل حدث، كل ماذا يحصل في الساحة، على الساحة اليمنية. بعد أن ثنا إن أحد أن أي حد له من الحق أن يثور، أن لا تستطيع أن تمنع أحد ينادي بنفس أهدافك السلمية، بنفس أهدافك هذا. ولكن كان الحوثي هو عبارة عن لغم، دخل الساحة لغم. الحوثي قياداته من قوات الحرس الجمهوري الفيشي إيش، معظم القيادات الحوثية هي عبارة عن سلاب بلوسية مع عطاش، هي من قياداته، دخلوا كانوا عبارة عن لغم، اختدع فيها الجميع. والقوى السياسية يعني كثورة شعبية، ثورة شعبية وحصلت ترى. المهم أنها ونحن في طول السرعة في الساحة، لم يمر يوم ونحن ما يعني ما يحصل اشتباكات بيننا ونحن الحوثيين داخل الساحة، كل يوم ونحن يوم، لأنهم شيء نكرة ودخولهم لغم. لم يخرجوا معنا في الساحات، كانت شعارها اللي مخزن في الخيمة هي ثورة مش تخزينة، كانوا داخل الخيمة مخزنين، لا يوجد لديهم شهداء ولا جرحى في ثورة فبراير، كذابون. طيب الآن اليوم 21 من سبتمبر الكثير، طيب عمر، الثورة المضادة، وأتى يوم 21 سبتمبر اليوم المشؤوم لليمنيين، كان يعني مخطط مرسوم. نحن يا أخي بعد أن يعني حصل الحوار، قلنا يعني نتائج حصل من بعد، قبلنا كل هذا وقبلنا بالجميع، قلنا تخرج يعني فتتحقق احلام اليمنيين، يعني ثورتنا بدات تنظر لنا، لكن المخطط كان كبير. عفاش اعاد الحوثيين الى من اي يعني كان من 2014، الان المخطط استمر حتى وصلنا الى يوم. طيب هذا اليوم المشؤوم، هذا اليوم المشؤوم يوم 21 من سبتمبر يا عمر،
ما هي التداعيات والانعكاسات لهذا اليوم على حياة اليمنيين وعلى حياتك أنت بشكل شخصي؟ ايوه انا تركت الفقره الاولى، انتهيت من الفقره الاساسيه الاولى. لذلك اليوم المشهود سلمت الدوله لايران. الدوله سلمت لايران. الحقد العكاشي الذي رفض المصالحه، رفض ان يكون سبتمبر، ابانت الحقد الحقيقي. سلم الدوله الى ايران ممثله بقائد الميليشيات رجال الكاف عبد الملك الحوثي. سلم الدوله وهبطت الطائرات، خرج كلاب ايران الذي هم كانوا مهربين للسفن الايرانيه بالسلاح الذي يقتل اليمنيين اليوم، بالسفن الذي قبضت عليهم وزاره الداخليه مصوره موثقه، وقبضوا في الامن القومي واخرجهم الحوثيين. وهبطت الطائرتين كل يوم داخل مطار صنعاء، سلمت الجمهوريه هنا كرامه اليمني مريره، يعني لا توجد كلمات في الأصفة. أخي بعد أن نحن شعرنا بأن نحن ما تحطمت وأن ونظرنا بأن هذا حملنا سلاح، نعم أجلنا مع قيادتنا وآمنا بما نحمله. ونحن لا نعرف السلاح، لم نحمل السلاح ولا نعرفه ولا نحن مدني. نحن خرجنا في ثورة سلمية، ولكن رأينا أنهم حتى خلاص البنت في راسه قاتل يا تموت، وهذا ما حصل. اعتقلنا وعذبنا، قد احنا دخلنا حملنا السلاح وواجهناهم في هذا اليوم المشؤوم، وصمدنا 4 أيام قبل هذا اليوم وقاتلنا بشراسه. هذا وضع، ولكن كان المخطط كبير. قلنا لا توجد يعني اي عربات تدخل تلقط اعز الناس اللي فقدناهم، شباب مدنيين يا اخي، طلاب جامعه، شباب مهندسين. اشكرك جزيلا يا عمر، شكرا جزيلا لك. سنذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى في هذه الحلقة من المنصة. من جديد أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج المنصة. نناقش في هذه الحلقة ما الذي يعنيه لكم يوم 21 سبتمبر، وأيضا كيف تنظرون إلى تداعيات وانعكاسات هذا اليوم على حاضر ومستقبل اليمني. لدينا اتصال من تعز، الأخت نهى الزيادي، أهلا بك نهى. أهلا أستاذ سامي. نهى، بالنسبة لك ما الذي يعنيه 21 سبتمبر في البداية؟ ذكرى 21 سبتمبر ذكرى سيئة على جميع اليمنيين قبل أن تكون بالنسبة لي شخصيا. هو يوم أنقض على حلم اليمنيين بتفتيت الدولة اليمنية بإسقاط الجمهورية. هذا اليوم دفع بملايين اليمنيين إلى تحطيم مستواهم المعيشي والصحي والنفسي والتعليمي. المستوى المعيشي بحكم عملي ونزولي إلى الأشخاص والناس، في ملاحظة تردي الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ. كثير من الأسر فقدت العائلة الوحيد الذي كان يصرف على الأسرة، مما دفع المرأة والطفل إلى مزاولة العمل، خاصة الطفل. هنا لو ركزنا على الطفل، هذا العمل ودخول سوق العمل بالنسبة لطفل لا يفقه شيء، لو تداعيات نفسية بتأثر على إلى المستوى البعيد. كثير من الأشخاص فقدوا، كما قلت، فقدوا العائل، فقدوا بيوتهم، فقدوا مصدر عيشهم. أيضا السلع الاقتصادية ارتفعت، مما جعل كثير من الناس ينزل إلى مستوى خط الفقر أو تحت خط الفقر. هذا بالمستوى المعيشي. المستوى الصحي، اجتياح وبائيات كثيرة لم نكن نسمع عنها أو قد انتهت بعيدا منذ قرون، مثل وباء الكوليرا.
كثير من الحوادث بسبب الألغام، بسبب الرصاصة القناصة، سببت بتر لكثير من الأشخاص، خاصة أننا نتكلم عن المرأة وعن الطفل، لأن الطفل مستواه يصبح سيء. كثير من الأطفال لما مثلا أروح مستشفى الثورة، أنزل لبيوتهم، شوفهم ما يقدر شيء، يلعبوا، يفكروا مثلا كيف بيرجعوا للمدرسة، أصحابهم بيضحكوا عليهم أو حاجة زي كذا. طيب على العموم شكرا جزيلا لك نهى. لدينا اتصال من السعوديه لخالد. خالد اهلا بك. مرحبا استاذ سامي، مرحبا. نشكر قناه بلقيس على اتاحه الفرصه لنا للكلام حول هذا اليوم المشؤوم التي انقلبت فيها هذه الاصابه الكهنوتيه على النظام الشرعي في اليمن. فالشعب اليمني تمثل له يوم 21 سبتمبر 2014 يوم أسود مشؤوم في تاريخ هذا الشعب. مرة عمان والشعب اليمني العظيم يعاني الويلات ويعاني الأمراض. هذه الإصابة أرادت أن تعيد الشعب اليمني إلى مربع الإمامة والتخلف والرجعية، ولكن الشعب اليمني يقاوم وبمسارة هذا المشروع، مشروع الإيمانيين الجدد، فلا يزال اليمنيون وبكل اعتزاز يدافعون عن أهداف الثورتين المجيدتين، ثورة 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. ونحن على أبواب وأعتاب الاحتفال بهذا اليوم العظيم. بعد ثلاثة أيام سيحتفل الشعب اليمني بالعيد 55 للثورة المجيدة. فكما قلنا من أول أن اليوم 21 سبتمبر مثلت منعطف خطير في تاريخ الشعب اليمني وفي تاريخه السياسي وفي تاريخه الاجتماعي وفي كل شيء. فهؤلاء الناس كما يلاحظ الجميع ولا يخفى على أحد، الشعب اليمني عانى كثيرا وما زال يعاني من انقطاع الرواتب، من انتشار الأمراض، من انتشار الجريمة، من انتشار كل شيء. وكان السبب الرئيسي في هذا كله هذا اليوم المشؤوم الذي عانى منه الجميع. فنحن نقول لهم لهذه العصابة، الشعب اليمني لن يستطيع ركب الظلام مجددا وسيهتف للفجر القادم مع الملك. ونقول لهم هذه الأرض التي سرنا على صهوات العز فيها وأتينا وملكنا فوقها أقدارنا ونواصيها شئنا وأبينا، أبدا لن تنتهي فيها انتصاراتنا إلا إذا نحن انتصرنا، إلا إذا نحن انتهينا. فالشعب اليمني يرفض هذا اليوم المشؤوم رفضا قاطعا. كما لا يخفى الجميع من المواقف التي يسجلها وبالذات إعلامكم الحر، فيوم 21 سبتمبر مثل يوما مشؤوم لكل اليمنيين، لكل الأطياف، لكل فئات الشعب، من الشباب والشيوخ والأطفال والنساء والرجال. ولكن إن شاء الله تعالى سينتصر مشروع الوطن على هذا المشروع الإمامي الذي يريد بالرجوع بنا نحو الخلق، يريد الرجوع بالشعب اليمني نحو الظلام، نحو التخلف، نحو الاستبداد. الشعب اليمني رافض جملة وتفصيل كل ما يدعو إليه هذا النظام الذي يريد أن يفرض نفسه بالقوة علينا. وشكرا جزيلا لقناة بلقيس. شكرا جزيلا لك خالد من المملكة العربية السعودية. حول موضوع هذه الحلقة أيضا وصلتنا مشاركات من خلال الفيسبوك، نقرأ جزء منها. الأخ محمد يقول: انقلاب على ثورة 26 من سبتمبر، انقلاب على إرادة الشعب، انقلاب على ثورة 11 من فبراير، عودة للكهنوت بحلته المبردقة العفنة. الأخ أنور يقول: نكبة الشعب اليمني وعودة إلى الوراء والانقلاب على ثورة 26 سبتمبر. رامز يقول: ستتوارث الأجيال جيلا بعد جيل أن هذا التاريخ هو يوم نكبة الجمهورية، يوم حاولوا التتار العصر سرقة أحلامنا ووطننا الجمهوري الذي عمده أجدادنا بالدم ليعودوا بنا إلى عهد الإمامة، ولكن سريع ما تبخرت أحلامهم يوم انتفض الشعب لمواجهة هذا الصلف الميليشياوي. لن ننسى ولن نغفر ولن نهادن ولن نستكين ولن نيأس مهما بدت الظروف صعبة ومظلمة. سنواصل النضال جيلا بعد جيل لإنجاز حقنا المقدس في استعادة جمهوريتنا وأحلامنا ومستقبلنا. ولن يستطيع أحد كان من كان تجاوز ثورة 11 من فبراير، التاريخ الأنصع والأجمل في عهدنا الجديد كيمنيون طوقون الحرية والدولة المدنية والعدل والمساواة. عمار يقول: يوم النكسة في تاريخنا اليمني لن يمحوه إلا بعودة الشرعية إلى صنعاء. علي يقول: لا أسوأ من هذا اليوم، يوم تدمرت أحلام اليمنيين وعادهم إلى العنف كخيار وحيد، يوم عاد إلينا غبار التاريخ.
الأخ سياف يقول الحادي والعشرين سبتمبر لا تعني شيء بالنسبة لليمنيين غير أنها محاولة إمامية متعرية للعودة بعد الاندثار. في هذا اليوم ضاعت فرصة انتقال اليمن من حقبة الجهل والتخلف إلى النهوض والرقي. الحسنة الوحيدة لذكرى هذا اليوم أن أجيال ما بعد 26 سبتمبر 62 عرفت حقيقة الحقبة التاريخية المظلمة التي عاشها أجدادنا طيلة 1100 عام على أيادي هذه السلالة المريضة. الأخ عبد الله يقول يوم 21 من سبتمبر أثبت لنا أن صالح كان مرتديا سترة الجمهورية طيلة الفترة الماضية، وعندما وجد أن الشعب جمهوري وليس صالحي نزع سترته وأخرج الأئمة الذين كان يخبئهم فيها. طيب لدينا اتصال. الأخ منصور. منصور أهلا بك منصور، تسمعني؟ 21 يا عزيزي يعني لي ويعني الجميع اليمنيين بداية دخول اليمن في نفق مظلم. الانقلابيون في اليمن من وقت حضورهم دمروا كل شيء، قتلوا الإنسان، سجنوا وعذبوا جوعوا وهجروا وذلوا. 21 يا أخي سامي بدأت تفجير المساجد ومراكز تعليم القرآن والمنازل والمنشآت. 21 بدأوا بتمزيق النسيج الاجتماعي عنصريا وطائفيا ومنطقيا. 21 يا عزيزي بدأوا بنهب الأموال العامة والخاصة وسرقوا كل شيء جميل في اليمن. دمروا التعليم حتى أنهم فرضوا رسومات مالية على كل طالب. لم أكن أتوقع يوم من الأيام أني أدفع مبالغ شهرية على كل طالب في مدارس حكومية. 21 يا عزيزي يعني بداية قطع رواتب موظفين الدولة ودخولهم عالم الفقر. والله يا أخي سامي أني أعرف مدرسين يشتغلون بأشغال شاقة ليتمكنوا من توفير لقمة العيش لأبنائهم. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر قناة بلقيس التي أتاحت لي الفرصة ولبقية المشاركين. شكرا جزيلا لك أخ منصور. لدينا اتصال آخر. وضاح أهلا بك وضاح. أهلا بك أستاذ سامي. أهلا وضاح، بالنسبة لك أنت ما الذي يعنيه 21 من سبتمبر؟ أخي العزيز 21 من سبتمبر لا يعني لنا أي قيمة معنوية أو بالنسبة لليمنيين سوى حالة انعكاس ومحاولة إعادة المشروع الإمامي إلى الواجهة. ولكن لم يكن التاريخ 21 سبتمبر تاريخ اعتباطي في تاريخ الحركة الإمامية أو الحوثية، بل قد تم الاستعداد والتجهيز لهذا الأمر منذ فترة السبعينيات من القرن المنصرم. بعد ثورة 26 سبتمبر حاول الإماميون أو عدد من الأسر الهاشمية التي لديها حلم عودة المشروع الإمامي التغلغل في مفاصل الجمهورية وإعادة إنتاج نفسها في مفاصل الجمهورية وكل المؤسسات الحكومية حتى وصلوا إلى هذا التاريخ بعد قيام ثورة 26 ثورة الحادي عشر من فبراير التي أتت مكملة أو من أجل استكمال تحقيق الأهداف الستة لثورة 26 سبتمبر. فاستغلت حالة التراخي التي حدثت وحالة أيضا الفرار السياسي وحالة الصراع لإعادة إنتاج مشروعها وإظهارهم وظهور هذا المشروع على الواجهة. بعد أن اتفق اليمنيون حول مخرجات الحوار الوطني وأيضا اتفق الكثير من اليمنيون حول أيضا مسودة الدستور ومن ثم أيضا إعادة مسودة الدستور والتصويت عليها والانتقال إلى مرحلة جديدة. إذا كان هذا التاريخ 21 سبتمبر واختياره في هذا التوقيت هو من أجل ما هو تاريخ 26 سبتمبر، أي ما قبل أيام من 26 سبتمبر، من أجل أن يصنعوا الصدمة في تاريخ اليمنيين، من أجل أيضا أن يخلقوا حالة جديدة أو تغيير الوعي ومفهوم أو التاريخ الذي تكرس في ذاكرة اليمنيين تاريخ 26 سبتمبر. إذا هو تاريخ سيء بكل ما تعنيها الكلمة، تاريخ انتكاسة، عودة أيضا تتار العصر. واليوم نرى مشروعهم الذي حاولوا أن يقنعوا اليمنيين أنهم مشروع جامع لكل اليمنيون، أثبتوا أن مشروعهم هذا سيء وقد ظهر وانكشف وتعرى خلال أشهر من انقلابهم المشروع على مشروع الدولة. أشكرك وضاح، شكرا جزيلا لك. الآن وصلنا إلى آخر فقرات هذه الحلقة، فقرة أنت المراسل. سنعرض لكم فيديو عن امرأة من تعز تعد الكعك لعناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني. نتابع. ساعة
استمر نزوحي في البلاد 3 أشهر، عدت إلى هنا إلى المدينة، فقلت لابد أن كنت أنا في القرية يعني أعيش حالة من القلق، حالة من التوتر، أريد أن أشارك إخواني في الجبهات، بالرغم أنني قد كنت ابتدأت أنا ومجموعة من الأخوات في تقاسم العمل، وهن عليهن إعداد المادة، ممكن 3 مرات عملت قبل النزوح للجبهات، ثم بعد ذلك عدت هنا وأنا كنت في البلاد كما قلت سابقا، أشتاق إلى عمل الكعك وإعداده وإعداده لإخواني في المتارس الذين يدافعون عنا وعن ديننا وعقيدتنا وعرضنا. عدت إلى هنا فقلت يا خديجة لابد أن تقومي بمشروع، وأنت تجدين الفراغ لا تدريس يعني، فلا بد أن أقوم بأداء رسالتي. المرأة لا تقل واجبا عن الرجل، الرجل في المترس يدافع والمرأة في بيتها، وكذلك تقوم في وهي كطبيبة كأخت كزوجة، فأنا قلت لا بد أن أقوم بعملي. أسرتي سامح لي أن أمارس أي نشاط من الأنشطة التي تخدم مجتمعي. بهذه الفقرة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج البرنامج زميل عمرني. في أمان الله.